طلاب، محاضرتنا اليوم بسيطة وبشكل عام شرح ومعلومات تعريفية أو تمهيد إلى موضوع الأفيونكس. الأفيونكس اللي هو مصطلح يطلق على كل الإلكترونيات اللي موجودة بالطائرة. إحنا راح نركز على الجانب اللي يخص المنظومات الرقمية أو الكمبيوترايزد سيستم. فراح نجي نشوف أنا أول فد جملة بالبداية مقدمة، يقول أن the digital computers are finding many applications in airborne electronics, avionics systems بالدرجة الأولى because of their increasing reliability and processing power. عندنا يعني موضوعين اللي هي القدرة، قلة الأعطال بها، reliability مالتها بدأت تصعد وكانت الناس تقدر تعتمد عليها بدون ما تصير أخطاء لا حسابية ولا في منظومات الإلكترونيات اللي مكوناتها. زاد ان البروسيسنج باور بدات تزايد لها بشكل ملحوظ، واصبحت ممكن تسوي اكثر من عمليه بدون ما يصير بها اختناق او توقفات. فالمين ابلكيشن فيلدز شنيه بالنسبه للديجيتال الكترونكس او الايربون كمبيوترز؟ عندنا رقم واحد اللوجيك كنترول يونتس، عندنا منظومات تسوي لوجيك كنترول. لوجيك كنترول اللي هو يعني ياخذ الانبوتس بصيغتها الديجيتال، اما هي اون اور اوف، مشتغل او متوقف، زين فولتي عالي او ناس، يعني ابيض يا اسود. بعدها يقرر على اساس اللوجيك انبوتس مجموعه من القرارات اللي ايضا تكون طبيعتها قرارات رقميه، اما يشغل منظومه اما يطفي منظومه. قليل اكو يعني اكو يا منظومات اللوجيك كنترول، اكو لا يزال عندنا منظومات سيطره تماثلية، لكن الأغلبية اللي يدخل للوجيك كنترولرز هي واللي تخرج من عنده هي منظومات أما أون أوف أو لوجيك زيرو لوجيك ون. الماثماتيكال كومبيوتيشنال يونتس أيضا واحدة من المنظومات المهمة اللي دخل بها الكمبيوتر وأصبحت شاعبة بالأفيونكس سيستم. المينتننس أند فولت لوكيتنج يونتس أصبحت مسألة مهمة وشائعة بشكل كبير، حتى بس بدأت توصل تدخل بالسيارات، انه السيارة حاليا لما بيها عندك اي عطل الكمبيوتر يراقب البيرفورمانس مال الديفرنت بارتس بالفيكلز او بالسيارات، زين ويعطيك انديكيشن يلي انديكيشنز، يعني مرات اكو عندك فد جزء يقول لك بيعطل، بعدين تروح على تريد تسوي تفحصه وتبدل يقول لك ها لا هذا ما بي شيء، يعني صار ضعيف، فقط صار ضعيف، يعني يبدي يقرا الاشارات صاير بها انحراف او تقرا بالمينيمم فاليو لها. فالمنتنس اند فولت لوكيشن يونت اصبحت جزء من المهمات الاساسيه اللي تنافس بالحاسبات بالافيونيك سيستمز. ذا ريكوردنج اند داتا لوجينج ايضا واحده من الاشياء المهمه، احنا دائما نسمع عن الصندوق الاسود ويبحثون عن الصندوق الاسود اللي هو معناته مجموعه من بيفتح حاسبه، وبالحقيقه بحاسبه يسوي عمليه ريكورد للمعلومات اللي تجري داخل الطائره من محادثات صوتيه او من فعاليات او مستوى ستيتس مالت كل اجزاء الطائره، مستوى الوقود، مستوى الحراره الاجزاء المختلفه، بحيث من خلال هذا الريكورد والداتا لوجن تقدرون يعرفون بالضبط شنو اللي دا يصير في كل لحظه، حتى لو صار يعني دمج لمكان معين فيقدرون هم يسترجعون المعلومات بحيث يقدرون يعالجون سبب الخلل، بحيث هذا الدمج إذا صار مرة ما يصير مرة ثانية. أوكي، وعندنا عليك النقطة دكتور. الخامسة. السلام، أهلا بالشباب. الله يسلمك دكتور. الصندوق الاسود بس عندي ملاحظه عليه، إيه اللي بداخله انكربشن، تشفير مو صحيح، يعني الداتا اللي تصير بداخله مجفره مو محفوظه. والله المفروض هي إن كانت مشفرة فهي مشفرة لغرض أنه حتى تأخذ حيز أقل بالمساحة، يعني هي هاي المعلومات المفروض تكون متاحة للكل، يعني من مشفرة مو معناته بس الشركة المصنعة تقدر تسترجع، لا معناته الكود ما التشفير موجود، بس هو التشفير موجود صار يعني انا مشكله التشفير مع اللي صار حتى فقط نقدر نخزن معلومات أكبر بمنظومة أصغر، يعني مكان ما أسجل أنا 5 ساعات خلي أسجل معلومات مالت ما شهر، رحله كامله، ما رحلتين، مية ما 3، ما 4، رحلتي. يعني ما انا عندي مشتغل إشكال. عليه دكتور، انا مشتغل عليه بالمطارات دكتور. ممتاز. انا يعني شنو اشتغل بيه هذا؟ بي سكيورتي امني، يعني من تقلع الطاره، من تسوي تيك اوف، تسوي لاند هبوط، تجي طاره نجي احنا مثلا نستلم، الصوت مجفر بيه، الفويس
الداتا مجفره بي، من تجي ممتاز على الجهاز السيتاديال مالت الانكربشن تقريبا 32 رقم، يعني ما انت تفتح اي حاسبه الا فد يعني بيرسون شخص معين اللي هو اني مثلا او مثلا اوثرايز اي زميلي، مو اي واحد يشتغل عليه، وهي مثلا اوثرايز طاره اي امريكيه، مثلا طاره امريكيه هي الحاسبه والكود يمن الامريكان مطيناه شخصا مثلا. من نفتح المعلومات اللي بداخل اسمع الصوت مال المنادات مال الطائره داخل الطيران ممتاز سوا داخل ممتاز داخل، يعني هذا السيف ممتاز ممتاز اسمع ممتاز اسال اعرف الجيتات مال الوقود، اعرف الجيتات اللي مال الحراره، اعرف مال ممتاز التمبيتشر مال ممتاز الضغط. يعني هسه انت حسب معرفتك العمليه ايش قد يستمر مقدار التسجيل على الاغلب، 300 يعني ساعه 300 ساعه حاليا المعدل مال 300 مده 300 التسجيل 300 ساعة مجفرة. مسجله ومشفره، يعني ها إيه من السابقه 300 ساعه 300 ما يقدر ساعه يعني وما يقدر يلعب بها الطيار، يعني الطيار لا بداخله لا فاحنا ما يقدر طبعا يتلاعب بها. كل شيء ما يقدر يسوي هذا، يعني هذا مسجل حتى لو كان يعني اكو يعني يقول الطيار عنده فد هدف يسقط الطائرة او يحولها من عن مسارها، فهو هذا اللي احكي يسجل لك كل الحالات كميليتري، يعني احكي لك سيفيليان ما اعرف بي، انا احكي لك كميليتري، يعني انا كشغلنا احنا كعسكر بي كان اي هذا تمام الشغل بي، بحيث اي بس اي اقلاع اي هبوط اي طيران اي كله شيء يصير مسجل عنده مسجل، بحيث الطيار ما يقدر يكذب عليه. ما يقدر ممتاز انا نادي زين مثلا قال جهاز النداء ما اطل، هو اشتغل يعني هو عندي صالح، قلت له لا هو ما يشتغل، بسجل انت ما ناديت هاي اللحظه. ممتاز 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 ماشي هو انت شلون يطلع عندك صالح اكو عندنا مينتيننس ها سيستم بيسوي مونيتورنج على كل الاجزاء بيسجل انه هذا الكوميونيكيشن ديفايسز ما بيها اي عطل اوكي، فايضا عندنا هاي وحده من ها هسه لو اشوف هنا عندنا رقم هو رقم ثلاثه المينتيننس اند فوت لوكيتنج يونتس اصبحت ايضا مؤتمته ومرتبط بها حاسب بحيث تبدي تراقب المعدات، هم انا ما يصير انه واحد يدعي فد ادعاء ما العكس اكو عندك تقرير يقول لك هذا الجهاز كل شيء موجود كل شيء ف 300 ما قبل كان ممتاز قبل من يريد يقصف قبل يقول انا الجهاز ما امن، هو الجهاز نفسه يسوي عمليه سيرش بحث على التردد، يعني هو يسوي داخل الزون، دخل بزون ممتاز فلاني انا عند مثلا جهاز اتش اف، سوى سيرش قال له هذا التردد اشتغل صالح اشتغل وياه، هو شو يسوي؟ يتعاجز يسوي بالقرن يسوي يحول، يتعاجز مرات مرات هم تجي فيقول لك عجز مرات عندي تجي عطل سهو، اقول له لا انا ايه الجهاز ممكن شغال بهاي اللحظه، والدليل ان ايه التقرير هذا جاي يقول لي هذا التردد اشتغل، انه ليش ما اشتغلت عليه انت؟ اكتب الريدي هسه اكتب فعال. ممتاز زين بس خلينا نرجع على 300 ساعة 300 ساعة احنا اذا الطيران الرحلة يعني حسب الخزان مال الوقود انا يعني ما اتخيل الرحلة اكثر من 4 ساعات حتى بالميليتاري يعني بالطيران المدني 4 ساعات لازم يهبط يتزود بالوقود مرة ثانية، بالميلتري اكو فرق شاسع بهالموضوع لو متشابه انت حسب هم معلوماتك دكتور الطائره السيرو الرحلة ما شحن جو العسكريه مالتنا توصل مثلا توصل لفرنسا، فرنسا تقريبا 6 ساعات، يعني تطلع تطير من مطار بغداد مو هاي لفرنسا الشحن هاي الشحن تكون تطول ضخمة طائرات الشحن شحن تكون طائرات ضخمة وتزويد اي عمل شحن تزويد هم يعني F-16 ضخمه والسيخوي 16 المقاتلات ايش قد مده الاقلاع مالتها 8 ساعات، السيخوي 3 ساعات، ممتاز يسوح له قصف ممتاز قريب، السيخوي ها قصف قريب، سيفاي والاف خاف 16 لا لا زين اي لان السيخوي اوكي يشيل وزن اكثر، الاف 16 اقل هيك. ممتاز زين احنا اذا نقول باليوم اذا الجوله مالتها القاصفه 3 ساعات اوكي باليوم 3 ساعات قول باليوم طلعت لها جولتين 6 ساعات زين ف 300 اوكي على 6 اوكي اذا 300 على 3 هذه 100 يعني معناتها 50 يوم يعني اسجل هاي بي سي الحالات 130 بي سي 130، اما بقيه الطائرات تكون اقل، لان كل ما تصير تكلفه كل ما يصير الخزن اقوى تصير تكلفه اكثر للجهاز الصندوق ما الاسود، ترى مو يعني هواي فرق يعني مو هواي فرق يعني هسه احنا حتى هو اصبحت تدري هذه انت هم الدوله تتعاقد ويا جهات، تدري انت ما وصلنا على التعاقد، تدري انت اي تعرف صحيح صحيح هم اي صحيح يتعاقدون بس هم اي يجيبون طرف الاجهزه ثالث اجهزه بالطائرات، يعني مو مختلفه تعرف انت مختلفه، يعني اكو ديفرنس اختلاف بين الجهاز الامريكي وبين الجهاز الروسي، الروسي لحد الان باينري، يعني حتى الترميز مالته مال الاتصالات باينري، بينما الامريكي لا
يكون شو اسمه الكتروني يعني صفر يكون مثلا 1 2 4 5 او 5 1 2 ها بينما ذاك صفر 1 0 ال 1 الليفلات شو اسمه يعني، هذا ثنائي الارقام اللي موجوده، بينما هناك لا نعم اتحول الى عشري بحيث صار اسهل، 10 يعني اسهل يعني تفاهم الانسان وياه اصبح بمرونه اكبر، ممكن يعني حكى ما صح. مختلفة مختلفة ممتاز ممتاز هواي عندنا اي ممتاز. دكتور اي وعندنا الصيني وعندنا الصينية وعندنا لكن طارة الصينية لكن مع هسه الهند هسه بشكل عام، هسه بشكل عام اذا نقول 300 ساعه معناته الطياره حتسجل الشهر اللي فات كله، يعني اذا نحكي على سيفيليان اللي هي عندها رحله، يعني رحله ذهاب واياب باليوم الواحد، ما طيارات اكثر، انت رحله ذهاب بعدين ينتظر هناك يعني المواطنين يضبطون جوازاتهم ومشاكل من هالقبيل، بعدين رحله الاياب، فتقريبا نقول اذا ذهاب واياب 6 ساعات زين، او حتى يعني معناته مسجله من شهر الى 50 يوم، فمدة تسجيل فشي ممتاز، يعني بحيث أي عطل حتى لو كان قديم فراح يقدر واحد يسترجعه بالحصول على معلومات الصندوق الأسود. لكن الصندوق الأسود هو صح مشفر، بس ما مشفر للأبد بحيث إنه هذا يعني تحدي إنه واحد يفتحه، لا يعني الشفرة المفروض بس واحد جهة مخولة يقدر يتصل بالشركة المصنعة يعطيه طريقة الفتح بدون صحيح تعقيدات، صحيح يعني مو هو تحدي، يعني مو مثل خلينا نقول هسه مدى تشتغل على تليجرام، تليجرام يقول لك اني هذا الكوميونيكيشن مشفر بينك بين اي وبين بي زين، وما دا انطي تكنولوجيا مالت فك التشفير مدى يعطيها، حتى الحكومات مدى يعطيها مثلا تليجرام يعني. فلذلك اكو بعض الناس تقول لك ها انا خلي استخدم هذا من اللي من غير مكان، من دي يستخدمه منهم مثلا داعش، اكثر داعش دا يستخدمون تليجرام، ليش؟ يقول لك ما معروف من هو المتصل ويا من دا يتصل، اوكي، ومدى يعطي السر مالي فك التشفير، حتى الحكومات مدى يعطي، يعني حتى السعوديه يعني عرضت اموال طائله ولحد الان ما قابل مدى يعطي زين، بعد ما اعرف ويا امريكا كنت اتفاقات بحيث ما عندهم اطلاع باتصالات اللي تخص تليجرام، ما عندي فد معلومه، بس ادري السعوديه حاولت تشتري هالحقوق وتفتح التشفير زين وما حصلت. على كل فالتشفير اللي موجود في داتا لوجينج اكوبمنت دائما يكون يعني تشفير لاجل ضغط حجم المعلومات وخزن مده اطول داخل نفس الديفايس، اوكي، وممكن بسهوله اذا واحد يتصل بالشركات المصنعه، يعني هذا مو حكر ويفرضون عليك مبالغ حتى يعطوك المعلومات، لا يعني جزء من الخدمات اللي موجوده بالطائره، بس حتى شنو يكون انه هذا يعني فقط الاوثرايز بيبول يقدرون يسوون قراءه المعلومات ومراجعتها لاجل الاستخلاص مع يعني فد تحقيق معين او الحصول على معلومات معينه، لأجل يعني غالبا لأجل منع حدوث أخطاء بالمستقبل. نجي على الموضوع الثاني. The evaluation and selection of the computer units for avionics is mainly based on. احنا بدنا نقول احنا نحتاج computerized unit او وحدات كمبيوتر لأجل نوظفها داخل الطائرات، زين شنو هاي المواصفات اللي نحتاجها انه تكون بهاي الكمبيوترات؟ زين هنا اول فقره خلينا نقول the processing power of the unit لازم تكون كافيه، هنا انا ما محدد يعني هي processing power يعني واحده من المفاصل اللي المفروض ننظر لها ونهتم بها، فالبروسيسنج باور لازم تكون كافيه بحيث تؤدي الوظائف اللي مطلوبه من هذا الكمبيوتر، ما يصير بتوقف وبعدين يختنق بسبب انه احنا ضخينا له وظائف اكثر من قدرته على معالجه المعلومات، اوكي؟ زين نوع البروسيسنج باور ان كانت حسابيه او كانت معالجه داتا رقميه او داتا ترانسفير، فتعتمد حسب الابلكيشن، المهم واحده من الامور الاساسيه اللي ننظر لها البروسيسنج باور، هل هي كافيه للوظائف اللي راح تسند لهذه الحاسبه او غير كافيه للبروسيسنج باور. الموضوع الاخر اللي ننظر له ذا كوست اوف ذا يونت. الموضوع المهم الاخر ذا سايز اوف ذا يونت، سايز اوف ذا يونت كلش مهم. يعني ما اريد كمبيوتر ذو حجم كبير ياخذ مساحه اكثر من اللازم عن الطائره او حتى السياره، يعني المساحه اللي بيها ما اريد ابذرها اني على مجرد حاسبات او وحدات حسابيه زين او منظومات الكترونيه، فالسايز اوف ذا يونت واحد من الاسئله المهمه اللي المفروض ياخذ بنظر الاعتبار ونصل الى اوبتمايز سايز لكل يونت. الريلابيلتي، الريلابيلتي لليونت او للكمبيوتر اللي راح نختاره المفروض تكون عاليه. المينتينابيلتي، هل هو قابل للصيانه بسهوله ام هو معقد، وحتى فتحه والوصول الى الاجزاء الداخليه فد مساله تاخذ وقت وجهد ويراد لها تدريب ومهندسين مختصين
حتى يقدرون يسوون هالموضوع. المينتينابيلتي المفروض تكون واحدة من المواضيع الأساسية زين، واللي تكون لازم مدروسة بشكل صحيح ومبسطة، بحيث أنا لما صار عندي فات فول في مكان زين، المفروض ما تبقى يعني الطائرة ولا السيارة مو المفروض تكون متبندة وباقية لها أسابيع وأشهر على ما يوصلها للإنسان المختص اللي يقدر صحيح. يسوي لها صيانة. فالمفروض المينتينابيلتي تكون منظومة سهلة ومتاحة بشكل سريع. The power conception of the unit. أنا ما أريد جزء بالحاسبة يستهلك طاقة عالية، أنا الطاقة كلها overall محدودة. ما يعني أكو من الفيديوهات في اليوم هسه أسوي لكم عليه شير إن شاء الله. زين يقول لك إذا أنت تريد تزيد بالطيران يعني مسافة بضعة كيلومترات مو هواية، زين شنو اللي راح تحتاج تضيف فيول حتى توصل هاي البضعة كيلومترات حسب المواصفات القياسية لأمان الطائرات. زين لما تحسبها تشوف انه مقدار الطاقة الفيول اللي ينضاف في المقدار كلش هائل، وراح يأثر على الوزن الكلي مال الطائرة زين، وعلى الحمولة اللي خاصة بالركاب والشحن وياهم. فبالتالي يعني يحاولون دائما يقللون المدة مال الطيران ويخلون مناطق استراحة لأجل أنه تكون الكلفة أقل، الكلفة الكلية أقل. يعني يحتاج مساحة ما تكون كليتها للوقود، لا المكان اللي مستغله يضع بيه ركاب ويضع بيه أشياءهم ومعداتهم ويشوف شنو عنده من شحنة موجودة بالطائرة. فالباور كونسبشن على العموم معناته حيز حيؤخذ من الطائرة من خلال الفيول تانك. فالباور كونسبشن دائما تكون في حدودها الدنيا اللي بحيث تكفي، يعني معناته ناخذ افضل تكنولوجيا اللي تستهلك باور قليله وتعطيني بيرفورمانس عالي. فهاي 6 مفاصل دائما تؤخذ بنظر الاعتبار وتدرس لما نريد نختار ونقرر شنو الكمبيوتر اللي راح نستخدمه بالافيونكس سيستمز. المفصل الاخر اللي نريد نتطرق له بروجرامينج ذيس كمبيوترز وذ ريكوايرد. اذا اريد هسه احنا عندنا هاي الكمبيوترات نستخدمها بالافيونكس، ايش راح يتطلب حتى نبرمجها بشكل صحيح؟ ايش راح يتطلب؟ خلينا نشوف شنو الفقرات اللي هنا. analyzing and decomposing the big problem into smaller tasks. فاذا اول فقره انه احنا نحلل المساله اللي سيتم برمجتها الى وظائف صغيره smaller tasks. اوكي كل واحده منها معرف شنو وظيفة بدايتها ونهايتها ومدخلاتها ومخرجاتها، لكن مهمات صغيرة بدون ما تكون مهمة كبيرة ومعقدة يسهل فهمها ويسهل يعني عفوا إذا كانت كبيرة فراح يصعب فهمها ويصعب برمجتها، لكن لما تتقسم إلى وظائف صغيرة راح يكون هذا الموضوع أولا سهل برمجته، زائدا ممكن أن نوزع برمجة هاي الأجزاء المختلفة على عدد كبير من المبرمجين، مكان ما راح يشتغل بها مبرمجين 2 أو 3 راح يشتغل بها 10 أو 20. فالوظيفة بشكل عام كليتها راح يقصر وقت إنجازها زين بشكل كبير. Analyzing the dependency between the individual tasks and their execution priority. Okay. هذه واحدة من المفاصل المهمة لما أنا قسمتها إلى smaller tasks، لكن شنو أنا يحتاج هسه أحلل الاعتمادية شلون هاي الوظيفة على شنو تعتمد؟ اوكي يعني انا عندي في الوظيفه مثلا يقول لك زيد سرعه المحرك، زين هو اكو غير قبلها في الوظيفه ضخت الوقود وضبط الضغوطات اللي مختصه بالتشغيل زين، حتى وراها انه انا زيد السرعه مالت المحرك او زيد سرعه الطائره، فاكو ديبندنسي معينه ما بين هاي الاندفجوال تاسك. فايضا يتم حساب الديبندنسي بتوين اندفجوال تاسك ويتم حساب البرايورتي. البرايورتي في الموضوع كلش مهم زين في المنظومات المتحركه او الطائره. ليش اكو انا مرات عندي اوكي عندي منظومتين يعني وظيفتين اقدر انفذهن بنفس الوقت، لكن اكو واحده لها برايورتي اعلى من الثانيه. اوكي فحساب البرايورتي للاندفجوال تاسك والديبندنسي واحده من الاشياء الاساسيه اللي يتم تحليلها حتى نقدر نبني البرنامج اللي داخل الفيكل او الايربون سيستم زين بشكل صحيح. الفقره الثالثه انه نبدي هسه ديسكرايبنج ايتش تاسك
باي فلو شارت. هذه احنا واحده من الاشياء الروتينيه اللي تعودنا ان نسويها، انه قبل ما نسوي برنامج مالتنا نسوي السكتش الفلو شارت. اوكي، فهذا يسهل الفهم، يعني الانسان عنده قدره يفهم الاشياء المصوره بشكل اكبر من الاشياء المكتوبه بنقاط. يعني هسه انا هذا الشرح اللي مسوي لكم اياه فلو شارت كليتها ورسومات، عليكم الفهم ماله اسهل، لكن علي اصعب انه انا اسوي اجيبها كلها الرسومات واقعد اثبت شو اسمه اسوي بها محاضره. لكن بشكل عام بالنسبه لهيك موضوع، فالفلو شارت اصبح خطوه اساسيه لا غنى عنها حتى نتجنب الاخطاء. ليش؟ لانه هذا احنا حنكتبه مره وممكن حيستخدم بعدنا فد 1000 مره، فلذلك من المفروض يكون به اي خطا. النقطه الرابعه selecting a suitable programming language for every task according to its needs. اوكي، بعض الوظائف تحتاج مثلا داتا ترانسفير، لما انت مثلا عندك داتا لوجينج تقرا المعلومات وتخزنها، فمعناته انت الدرجه الاساسيه مالتك هي تنقل معلومات، ما عندك اي عمليات حسابيه، تاخذ معلومات وتخزنها، تاخذ معلومات وتخزنها. فالبروجرامينج لانجويج اللي راح تكون ملائمه لهيج وظيفه تختلف عن البروجرامينج لانجويج اللي راح تكون ملائمه لعمليات حسابيه، مثلا مسافه الهبوط او مسافه الاقلاع او شنو عندي عندك بعد عمليات حسابيه. فالبرنامج اللي يقدر يسوي الوظيفه الاولى او تقدر تكتب به الوظيفه الاولى بشكل سهل ومريح يختلف عن البرنامج اللي تكتب به التاسك الثاني اللي يكون طبيعته مختلفه. فاذا نختار البروجرامينج لانجويج حسب التاسك وحسب احتياجات التاسك بكل بشكل حتى انه ينفذ بدون اخطاء وباسرع وقت ممكن. زين، هنا معناته احنا التاسك لما نسويها لازم تكون يعني شبه مستقله، اكو عندها مجموعه من البيانات تقراها من مواقع معلومه او عن طريق معروف، زين، وتخرج لنا مجموعه من الداتا، زين، ايضا بمواقع معروفه وبطريقه يمكن الاستفاده منها من بواسطه باقي البرامج بشكل سلس. يعني هذا التكنيك لما نشوف انه نستخدم اكثر من برنامج حتى يكتب الوظائف المختلفه، معناته انا اذا اشتغل على البرامج هذني لازم كليتها تضمن خاصيه الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. الاوبجكت اورينتد بروجرامينج معناته كل مهندس كل مبرمج يكتب فد اوبجكت معين، فد جزء معين معروفه مدخلات الداتا المدخلات له ومعروفه المخرجات من عنده، وممكن انه هاي المخرجات يستفاد من عندها الاخرين، والمدخلات ايضا هو جمعها من اوبجكتس اخرين ومن برامج اخرين. الاسمبلي لانجويج واحده من البرامج اللي درسناها لغات البرمجه اللي توفر لي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. هنا الفقره الثانيه ذا بروجرامينج لانجويج سبورت ديفرنت سيرفيسز اند features and equally. Okay. The main features have to be investigated are. لما احنا دا نقول حنستخدم اكثر من برنامج حتى نكتب هاي ال different tasks. زين. البرامج دا نقول كل لغة برمجة زين توفر لنا مجموعة من الخدمات ومجموعة من المواصفات تختلف عن اللغة الأخرى. زين. شنو الأشياء اللي المفروض ننظر لها؟ زين. داخل البرنامج. The possibility of writing هنا أنا أكو بالسبيلينج خطأ of writing different routines easily. هل البرنامج أو لغة البرمجة هذه تسمح لي إنه أنا أكتب روتينات بسهولة؟ لو بصعوبة لو معقدة عملية الروتينات. أوكي. الروتين لازم واحدة من الفاصل اللي أنظر أني البرنامج مالي بمجموعة من الروتينات. زين. اللي هي عمليات يتم تكرارها بشكل كبير. زين، يعني انا عندي مثلا يجوز 20 روتين، لكن البرنامج يستدعي هاي الروتينات ل 1000 مره، فانا اكتب فقط هاي ال 20 روتين وبعدين بقيه بس مجرد استدعاءات لها. اوكي، فمكان ما انا اكتب هاي الروتينات اكررها 1000 مره، راح مجرد اكتبها 20 مره فالبرنامج يسوي لوب. بالضبط، اللوب. لا، تصير كول، تصير كول لا مو لوب، تصير كول. كول استدعاء لروتين مختص بخدمه معينه، فنسوي له كول. زين، فلازم قبل الكول انا مهيئ له الداتا اللي راح يسوي عليها بروسس، ومهيئ له في مكان فارغ حتى
يخرج لي الداتا اللي بعد ما سوي لها بروسس، يخزن بيها بالمكان اللي اريدها توصل اليه. زين، وبعدين اسوي بس كول للاسم، اسم الروتين مثلا كول كومبيوتيشن، او كول مثلا فلوتنج بوينت مالتيبليكيشن، او كول مثلا روت داتا ترانسفير، او يعني اي عمليه، او كول يعني داتا مثلا انكربتنج، زين انكربشن مال فد مسج معينه. فانا هذا مثلا انكربشن هذا انا اكتبه مره واحده وكل ساعه استدعيه، لما عندي داتا اوكي جبت الداتا اسوي لها انكربشن، وروتين ثانيه يسوي لها ديكربشن يفتح التشفير مالتها. اوكي، ف القابليه مال لغه البرمجه انه عندها قابليه تستعمل روتينات لو موضوع الروتينات بنوع من التعقيد، فهاي واحده من المفاصل اللي يتم النظر اليها. اوكي، النقطه الاخرى the possibility of using interrupts at different priority levels. اوكي، الانتربتس ايضا هي بالحقيقه مجموعه من الروتينات، لكن الانتربتس مجموعه من الروتينات يتم استدعائها بواسطه انتربت سيجنال تدخل للمايكرو بروسيسور. اوكي، بحيث هذه مثلا شنو، انت قاعد حاليا عندك محاضره، عندك المحاضره مخزز محاصص، انت مخصص لها فد اولويه في وقتك، زين في حياتك. اجاك انت هسه دق جرس الباب، دق جرس الباب هذا شنو؟ انت ربط. اوكي، انت تقول هو هسه منو حيجي لي بهالوقت، ما اريد ما اطلع. اوكي، بس اجاك دق عليك تليفون، تباع التليفون هذا مثلا فد موضوع مهم، زين تقول له هذا اذا اولويه، خلي اطلع هسه من المحاضره غادر اجاوب على التليفون وبعدين ارجع. فالانتربت هو فد اشاره ترد الى المايكرو بروسيسور تعلمه بضروره القيام بخدمه معينه خارج عن السياق وغير متوقعه خلال الجدول الاساسي طارئ. فانت المايكرو مثل حرارة المحرك، مثل دكتور حرارة المحرك، مثلا حراره المحرك اللي هي يعني خلينا نقول غير طبيعيه، او يعني هواي اشياء من هالموضوع. زين، بحيث هو حراره المحرك كلش مهمه. ليش؟ مثلا انا ما المفروض الحاسبه تظل كل شويه تروح بحراره المحرك حراره المحرك حراره المحرك، لا مثلا انا اخلي فد مؤشر، يعني اذا كل دقيقه يروح يشوف حراره المحرك، يعني كانما انت هسه مكان ما تجي تتفرج المحاضره تروح كل ساعه تفوع، ها اكو حد تروح بالباب تفتح ولا باب، ها اكو حد بالباب جاي لي لو لا، وترجع تظل انت رايح جاي رايح جاي على الباب، وقاتل وقتك انت تروح تجي على الباب، بينما انت لو تحط لك جرس وتخلص من هالموضوع الوقت مالتك مكان ما يتبذل راح تقدر تخصص تشويش وقت. بالضبط. يعني هواي اشياء، فالانتربت واحده من التكنيكس اللي مرات تكون متاحه ومتوفره للمبرمج بحيث يوظفها خلال البرنامج ماله الاساسي، ومرات تكون غير متاحه، يعني يعتبروها انه هاي لا هاي هسه حاليا تطبيق ما يحتاج شيء. يعني مثلا برنامج مختص فقط يسوي مثلا داتابيز بروسيسنج، عنده معلومات مال مليون شخص، مليونين شخص، 10 ملايين شخص، وياخذ المعلومات هذه ويقارنها، وهذا العمر ويخزن ويسوي تصنيف، زين وانثى لو 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 رجل ومن هالقبيل، زين هذا شو له علاقه بالانتربت؟ الانتربت ما راح يحتاج المبرمج يسوي فد يعني ربط ما بين البرنامج اللي راح يسويه وما بين الانتربت، لكن تطبيقات هندسيه كلش مهم زين انه يسوي الانتربت حتى بحيث يقدر يسيطر على اكثر من ديفايس بدون ما يضيع وقت المايكرو بروسيسور على الديفايسز، بيظل يراقبها ويعرف الستيتس مال كل واحد منهم. فالانتربت واحده من التكنيكس غالبا غالبا موجوده بالبرامج المخصصه للتطبيقات الهندسيه. اوكي، النقطه الثالثه the possibility of getting real time response or at least have an operating system offers a well defined short and definite response time. اوكي، الريل تايم ريسبونس واحده من الاشياء الاساسيه للافيونيك سيستمز او الافيونيك الكترونكس، بحيث انا اريد كمبيوتر بالعربه بالحاسبه بحيث يكون عنده استجابته سريعه جدا، يقدر يستجيب ويعالج ويعطيني اجابه لكل طارئ يحدث. زين، الريل تايم زين اصبح حاليا يعني عدد المهام تعطى على المايكرو بروسيسور بحيث الريل تايم ما اصبح ريل تايم حقيقي، لا بدأوا يقبلون المبرمجين والمهندسين بحيث يقول لك اوكي انا ما اريد الريل تايم، يعني شلون نقول اجى فد اشعار انه التمبريتشر صعدت
زين ورا واحد ما واحد واحد نانو سكند يجي ريسبونس، لا هذا ريل تايم كلش مبالغ بي. فاني اصبح يقبل انه يجي له ريسبونس زين خلينا نقول بالحد الاقصى ورا واحد ملي سكند يقبل او 10 ملي سكند اصبح يقبل. فهذا اذا المايكرو بروسيسور اصبح له القدره زين مع هو المايكرو بروسيسور مع الاوبريتنج سيستم اللي يشغله زين بحيث يعطيك ريسبونس تايم حده الاعلى لا يتجاوز ال 10 ملي سكند، اصبح هذا الكمبيوتر يصنف ضمن الريل تايم اوبريتنج سيستم او ريل تايم ريسبونس. احنا عندنا الاوبريتنج سيستم اللي نتعامل بها بحياتنا اليوميه هي الويندو. الويندو ابد نهائيا ما عنده اي صفه من صفات الريل تايم ريسبونس، في اي وقت يعلق، في اي وقت الريسبونس ماله يطول، في اي وقت زين مرات تكون استجابته سريعه مرات استجابته بطيئه. فالاوبريتنج سيستم الويندوز اوبريتنج سيستم لا يصلح نهائيا لان يكون لا هو ديفينيت معلوم وقت الاستجابه ولا هو استجابه حقيقيه بالريل تايم ريسبونس. فبالاوبريتنج سيستم اي منظومه تريد تخليها على منظومه متحركه او طائره الويندو لا تصلح نهائيا اذا كانت الوظيفه تتطلب ريل تايم ريسبونس زين، او تريد منظومه انه ما تعلق. الويندو ماكو بها اي ضمان من الشركه المصنعه زين، يقول لك في اي وقت ممكن تعلق وممكن توقف وممكن تنتهي وفي اي وقت ما تحمل اي مسؤوليه. اوكي، فهذه تطبيقاتها تطبيقات منزليه ما تعتمد عليها حياه وناس اخرين. لكن المنظومات اللي تريد تربطها مثلا حتى لو تريد تربط الكمبيوتر في سياره زين، وانت مثلا صارت عندك تريد تاخذ بريك، مو الكمبيوتر يروح يكون صافن ويفد عمليه ما اعرف ايش يسوي، يفد داتا ترانسفير او يقرا حراره محرك، وانت تريد تاخذ بريك والكمبيوتر صافن زين ورا دقيقتين يلا جه قال اياب هذا داس البدل بريك زين راح يلا خلينا ناخذ بريك ورا ما بعد ايش ورا ما تم سوي فد اكسيدنت. فالريل تايم ريسبونس لازم يكون معروف ومقبول هندسيا زين بحدوده القصوى، يعني حد الاقصى يكون مقبول. يعني اذا قلنا انا السيستم 10 ملي سكند ريسبونس ما تكون تتجاوز ال 10 ملي سكند في كل الاحوال. The possibility of getting a fast arithmetic operations and efficient data transfer instructions. Okay. فهاي واحدة أيضا من المواصفات اللي المفروض تكون متوفرة في لغات البرمجة، هل هي توفر لي حسابات أو توفر لي data transfer operations بحسب طبيعة التاسك. أنا يعني أقدر أختار لغة البرمجة حتى تحقق لي المطلوب بأقل جهد. فننتقل إلى الفقرة الأخرى، شنو هنا نتناول؟ General computers can be grouped into different types. أوكي. هنا حنبدي ننتقل نشوف الكمبيوترات ممكن تصنف خلال مجاميع إلى أنواع مختلفة. شنو هي الأنواع؟ أول نوع الأي اللي هو the general purpose computers، اللي هي كمبيوترات التطبيقات العامة أو كمبيوتر وظيفة عامة. النوع الثاني البي ذا سبيشال بيربز كمبيوتر، هذا كمبيوتر متخصص في وظيفة معينة. مثل ايش الكمبيوترات المتخصصة؟ مثلا احنا هسه حاليا اصبح كمبيوتر متخصص مثلا بالجيمنج، تلقي الكمبيوترات هاي يعني واحدة من الافكار اللي يعني صحيح. هذا تلقي متخصص بالجيمنج، تلقي ب عالي البروسيسور، لا مو عالي بشكل عام، لا مو بشكل عام، يعني الاوبريشنز اللي تحتاجها الالعاب تكون اسرع من غيرها، يعني مو بشكل عام المايكرو بروسيسور. هو تلقي المواصفات يقول لك هذا مثلا 3 جيجا هرتز السرعه مالته، مثلا كذا نوع البنتيوم 3 او 4 او عفوا كارت الشاشه مالته، كارت الشاشه دائما مثلا الميموري سايز والسي بي يو اللي موجود به، يعني مجموعه من المواصفات اللي اصبح يعني اتجاهها موجهه بحيث انه تخدم الاوبريشنز اللي تتكرر بشكل عالي بالالعاب زين. وكذلك مثلا اكو عندنا مثلا الكمبيوترات اصبح متخصص مثلا بالكوميونيكيشن او مثلا فك التشفير او مثلا مراقبه الاتصالات، فهذن ايضا عندنا مجموعه من العمليات تحتاج هاي الوظائف.
فنحتاج كمبيوتر يكون سبيشال يؤدي هاي الوظيفه بشكل كفؤ جدا. فهنا راح يظهر عندنا سبيشال بيربز كمبيوترز. عندنا الكاتيجوري الاخر من الكمبيوترات، من الكمبيوترات اللي هو ذا سمول كمبيوترز. اوكي، انت مثلا اللي موجوده حاليا بالتليفونات، التليفونات كلها هي مصنفه على انه هي سمول كمبيوترز. كمبيوتر اصبح التليفون كمبيوتر، لم يعد هو فقط وسيله اتصال او هاتف اعتيادي، فسمول كمبيوترز. واكو انواع على اردوينو وما شابه سمول كمبيوترز مختلفه الانواع. اوكي، عندنا النوع الاخر دي اللي هو ديستريبيوتد كمبيوتر. الديستريبيوتد كمبيوتر نوع من الكمبيوترات ممكن انه عباره عن وحدات يمكن ربط الوحده مع الاخرى، زين، وتزداد القدره على المعالجه. ايش قد ما تربط، يعني مكان ما سي بي يو واحد ممكن تربط 20، مكان ما كارت شاشه واحد تقدر تربط 5، تقدر تربط 6، مكان ما هارد ديسك واحد 1 2 3 4 5 6 7 تربط ايش قد ما تريد. فهذا اصبح ديستريبيوتد كمبيوترز. يعني مثلا احنا عندنا الهارد ديسك تقدر بالحاسبه حاليا تربط 2، السي بي يو بعض الانواع اكو مفصلة دي. تقدر تربط 2، اكو بعض المذر بوردات تقدر مثلا تحط بيها سي بي يو 2. زين، ما انا ما شايف اكثر يعني في سوقنا في بغداد، يجوز اكو برا يعني انواع تقدر تربط اكثر، لكن حاليا اللي موجود اكثر شيء يعني يقول لك هذا بيه 2 سي بي يو يتعاونون حتى يحلون المشكله الوحده. لكن الديستريبيوتد كمبيوتر لا، تبدي السايز والقدره على انه تتجي وتربط كومبوننتس اضافيه يصبح تقريبا لا محدود. يعني كل ما تربط كومبوننت قد ما يزيد البرفورمانس، قد ما تربط كومبوننت اضافيه يزيد البرفورمانس. هنا انا راح يحتاج اوبريتنج سيستم مختص حتى يقدر يوظف هاي الكومبوننتس الاضافيه كل ما تضيفها، بحيث يقدر يعطيها جزء من التاسك. يعني التاسك الاساسيه راح يقسمها، يقول لك انا عندي هسه حاليا مايكرو بروسيسر مربوطات 10، فالتاسك مكان ما اعطيها اسايند المايكرو بروسيسر الاول، لا راح اوزعها اقسمها 10 هنا 10 هنا 10 هنا وهكذا. عمليه التقسيم تحتاج انه هذا الاوبريتنج سيستم يعرف الديبندنسي ما بين هاي الاندفجوال تاسك، بحيث يوزعها زين ما بين مايكرو بروسيسرز هاي، حتى بحيث يقدرون يخلصوها كليتها بوقت قصير. يعني مو مثلا مايكرو بروسيسر طيناه التاسك لكن هو لا ينتظر المايكرو بروسيسر القبله حتى يخلص، بالتالي احنا في كل الاحوال ما سوينا شيء، انطيناه تاسك ولكن المايكرو بروسيسر ظل ينتظر. ليش؟ اكو ديبندنسي، داتا ديبندنسي ما بين المايكرو بروسيسر العاشر والمايكرو بروسيسر الثاني مثلا، فخلص العاشر ما يقدر يحل المشكله اللي عنده ويخلص التاسك، لا الا ينتظر المايكرو بروسيسر الثاني وهكذا. فالاوبريتنج سيستم اللي موجوده على الديستريبيوتد كمبيوتر دائما تكون مختصه ولها قدره على انه توزع او تقسم البيج تاسك او البيج جوب الى انديفيدجوال تاسك وتوزعها على الانديفيدجوال مايكرو بروسيسرز سي بي يو يونت. فالاربع انواع الاساسيه اللي متاحه حاليا في عالم الكمبيوتر هن ذني. خلينا نشوف شنو المواصفات اللي موجوده في كل نوع من هاي الكمبيوترات. The general purpose type have some specifications as اللي هي بعض الجنرال بيربس الانواع المتاحه لنا واللي نتعامل وياها في حياتنا اليوميه، اللي هي شنو؟ they are affordable and low price، موجوده باسعار مقبوله واسعار بسيطه. اوكي، اي مواطن غالبا يعني 90% من العراقيين زين عندهم كمبيوتر، فمعناته سعره مقدور عليه، ما كسر ظهره، ما ظل يجمع بيها سنتين وثلاثه اجره او سعر الكمبيوتر. اوكي، they are very flexible in size and applications. تشوف الابلكيشنز اللي متاحه لها سيديات، اوكي، الاف التطبيقات الهندسيه والترفيهيه والالعاب والرسومات، وتنزل عليها افلام وتسمع اغاني، زين تسوي حسابات رياضيه وتحط عليها لغات برمجه، ففلكسبل بالحجوم، الحجم تلقي لابتوب صغيره وتشيلها بجنطه وتمشى بيها، وتلقي حاسبه ديسكتوب والحجم مالها ضخم، زين والستورج سايز مالتها مبالغ به، زين فالحجم مالتها مرن ممكن ياخذ، لكن شنو؟ مو كلش مرن مثل الديستريبيوت الكمبيوتر، لا بيها مقدار من المرونه، زين تعتبر مقبوله، زين لكن الابلكيشنز عليها كلش شو اسمه ذات مرونه عاليه، الابلكيشنز ذات مرونه عاليه اكثر من الفلكسبيليتي اللي موجوده بالسايز. اوكي، المواصفه الاخرى بالنسبه للجنرال بيربز كمبيوترز، they are generally with low reliability.
الريلابيلتي مالتها قليله. شنو هاي الريلابيلتي؟ يعني شنو؟ ما تدري على غفله وعطلت، لا انطت لك انذار مبكر، لا قالت لك اكو عندي كذا يونت بدها تحمي كذا جزء واصل لنهايته، ما تدري هناك، وتجي يوم من الايام شغلها صار حجاره. فهيك نوع من الكمبيوترات هذا يعتبر لو ريلايبلتي، ما ممكن اني اربط حياه انسان على هذا الجهاز، مستحيل. زين ما تدري في اي وقت يتوقف واني معتمد عليه حياتي مسير طاير بالسماء، وهذا الكمبيوتر زعل على فد موضوع زين بسيط، وكان ممكن اذا كان اعطينا انذار مبكر انه عندي هاي الجزء منحرف او مواصفاته بدت السوء، انا ممكن ابدله، ما ياخذ من عندي كم فلس. اوكي، لكن انا اذا وقف بي في خلال رحله، الخساره تكون فادحه. اوكي، they have a low maintainability index. maintainability index يعني ايضا قدرتنا على صيانتها معقده. اوكي، ما اقدر انا اسوي لها صيانه بسهوله. يعني اذا عطل بيها تشيب، وايد تروح تفتر بشارع الصناعي يقول لك هذا التشيب مال الشاشه توقف شمره، ما بي فائده، يا بلابتوب كل شيء ما بي، يقول لك ايه هذا كذا نوعيه. مثلا انا كان عندي قبل فتره حاسب ديل لابتوب زين، على فتره يوم من الايام شغلتها شاشه سوداء زين، وديناها شارع الصناعي قال لي هذا النوع الديل التشيب مالت الشاشه يجي وقت يتوقف انتهى عمره، ما اعرف ليش. يا ببدل لي اياه، قال ماكو، لان هنا كل العطلات كل الدل اللي عطلات هو نفس العطل هذا الشيب مال الشاشه، والدل ما عندنا، ما نقدر نجيب شيب جديد من دل. اوكي، فايضا تحديد العطل صعب، ابدال اليونت العاطله صعب زين، يراد للحيم وناس مختصه عندها مهاره عاليه حتى هذا الكومبوننت تبدلها بشكل سليم زين. فمينتينابيلتي اندكس مالتها دائما يكون منخفض. اوكي، فايضا الجنرال بيربز بيها بعض المميزات وبيها بعض السلبيات. زين، هنا انا في المصطلح ان engineering maintainability is the ease with which a product can be maintained in order to correct defects or their cause. Okay. Repair or replace faulty or worn out component without having to replace still working parts to prevent unexpected working conditions, maximizing products useful life, maximize efficiency, reliability and safety, make future maintenance easier or cope with changing environment. اوكي، هنا أنا هذا التعريف زين. اذا تجي تقول شنو maintainability، اذا كتبت جوجل يطلع لك هذا التعريف. شو يقول لنا؟ ما هو مقدار السهوله اللي انا اقدر اصلح بيها الجهاز بحيث انه هذا الجهاز يعطيني اشعار مبكر اوكي انه اكو فد يونت صار بها تاكل ولازم ابدلها حتى ما اضطر انه اوقفها او يتوقف عندي الجهاز او يسوي اداء غير مرغوب به في وقت الحاجه الاساسيه. اوكي، فبالتالي اني الجنرال بيربز كمبيوتر المينتينابيلتي مالتها تعتبر واطئة، دائما يتوقف دون إشعار مسبق، زائدا أنه أني ما أقدر بسهولة أبدل الكومبوننت بدون ما أسوي شت داون للسيستم وأبدل مرات أكثر من جزء يعني بنفس الوقت. ها، منو شغل الميكروفون شباب؟ خليه يطفيه. علي أكرم الميكروفون مالتك. ايوه علي اكرم، علي اكرم طفي الميكروفون. خلينا نطفيه من يمين. طفينا. خلينا نكمل. The special purpose computers. Computer types have in general the following specifications. Okay. خلينا نجي على النوع الثاني من الكمبيوترز اللي هو special purpose computers. Okay. Generally they are expensive computers. كلفتهن أعلى من general purpose computers. They have low flexibility. مرونتهن أقل. ليش؟ هي متخصصة بوظيفة معينة، فالمرونة مالتها
حتما اقل. They offers a real-time response and or an operating system with a short definite action time. Okay. فإذا الـ operating system عادة اللي موجودة بالـ special purpose computers غالبا توفر لنا الـ real-time response أو الـ definite short time action أو response time. Okay. هاي الفقرة دائما نلقيها بالـ special purpose computers. Generally, they have a good reliability index. Okay. دائما تعطيك اشعار انه اكو اني او هذا الجزء على وشك انه يعطل فيحتاج انه يصلح. زائدا هو بشكل عام التصميم مالته متعوب عليه بشكل بحيث انه حياته او مده الخدمه مالته تكون مده طويله، بحيث انت تقدر تقول اوكي هذا مثلا مستحيل حيعطل مني انا مثلا العشر سنوات القادمه. اوكي، فالريلابيلتي اندكس عادة يكون مرتفع. النقطة الخامسة they may have a good maintainability index. they may have يعني مو 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 شرط انه كليتين راح يكون قدرة الصيانة مالتهم مرتفعة، بعضهن يكون قدرة الصيانة ايضا قليلة، لكن على العموم ال maintainability لل special purpose computers تكون اعلى من ال general purpose computers. Okay, their power consumption generally can be customized as needed. Okay. بشكل عام قد هذا الـ special purpose computer حيستهلك باور، يمكن انه من خلال الشركة المصنعة زين انه اني انظم احتياجاتي الى واختار انه هذا special purpose computer من يا تكنولوجيا راح يتم تصنيعه، او اقدر اختار انه هذا high power consumption او low power consumption. اوكي، فهاي بشكل عام مواصفات السبيشال بيربز كمبيوترز. خلينا ننتقل للنوع الاخر اللي هو ذا سمول كمبيوترز ماي هاف ا جود ريلايبيليتي اندكس لو كوست لو باور كونسبشن بات لو بروسيسنج اند كالكوليشن سبيد. اوكي، بشكل عام السمول كمبيوترز ايضا ما توسعنا بها بشكل نقاط، وهي سمول كمبيوتر فعلى العموم ذي هاف ا جود ريلايبيليتي. اوكي، ريلايبيليتي اندكس معناته السمول كمبيوترز نسبة باقي الكمبيوترات عطلها يكون قليل. احتمال هذا الموضوع ليش؟ يعني لأنه قلة الأجزاء اللي تكونها، أجزاءها اللي مصنوع منها بشكل عام عددها قليل، فبالتالي احتمالية العطل بشكل عام راح تكون مثلا مرتبطة فقط بالميموري بالمايكرو بروسيسر، ما عندي وحدات كثيرة متقاطعة. اوكي، ومثلا ما عندي اجزاء ميكانيكيه، ما عندي اجزاء بها احتكاك او يتولد لي فايبريشن، فبالتالي الريلابيلتي اندكس للسمول كمبيوترز غالبا يكون مرتفع. اوكي، الكلفه مالتها لو كوست هاي معروفه، الباور كونسبشن غالبا لها يكون واطي، لكن بشكل عام البروسيسنج باور تكون لها قليله ومحدوده. اوكي، والقدره لها على الحسابات تكون ايضا محدوده لاجراء حسابات. اوكي، يجي هنا على الجزء الديستريبيوتد كمبيوتر اللي هو يعتبر ديناصور الكمبيوترات، اضخم شيء يعني له قدره معالجه هائله جدا وقدره خزن كبيره. اوكي، لكن سعره عالي. خلينا نشوف شنو المواصفات العامه له. يكون اكسبنسيف، دائما ديستريبيوتد كمبيوترز تكون اكسبنسيف. اوكي، جهه المواصفات الثانيه offers very high processing power and or data transfer rate according to their architecture. اوكي، حسب الاركتكتشر. الاركتكتشر شنو معناته؟ هذا الديستريبيوتد كمبيوتر مثلا اذا مربوط على شكل ستار او مربوط على شكل سترينج او مربوط على مثلا شكل نتورك مش مربعات ومربوطه كل واحد ويا النيبرز، حسب طبيعه الربط راح يقدر يوفر لي اما بروسيسنج باور عالي او داتا ترانسفير عالي. اوكي، فحسب الاركتكتشر او كونكشن اركتكتشر راح يعطيني بعض الميزات اللي تخص البروسيسنج باور، او يعطيني بعض الميزات اللي تخص الداتا ترانسفير فيتشرز. اوكي، الريلايبلتي فيري ريلايبل، فيري ريلايبل. ليش؟ من تقريبا من المستحيل انه كل هذين اليونتس اللي مرتبطه سويه انه كلها تعطل سوى، تقريبا نشوف المستحيل. اذا عطل واحد البقيه راح بسهوله راح يقدرون يحددون انه يا المايكرو بروسيسر رقم 10 عاطل، الداتا اللي دا يرسل لنا اياها وده الجوس اللي نعطيها بقدر نراقب انه هاي
يعني هذا عاطل ماكو ريسبونس تايم. اوكي فاذا الريلابيلتي مالته كلش عاليه ليش؟ يعطي انديكيشن بسهوله تقدر تعرف يا جزء بي عطل وتقدر تبدله، والاوبريتنج سيستم اللي موجود في داخل الديستريبيوتد سيستم ديستريبيوتد كمبيوتر زين قلنا واحده من الاساس الخواص الاساسيه له انه يقدر يوزع التاسك زين حسب الافيلبل مايكرو بروسيسرز، بحيث اذا توقف واحد خارج من الخدمه العمل لا يزال قائم ومستمر، لكن قد يكون مع بعض التباطؤ، لكن بشكل عام ما صار عندي اي توقف ملحوظ. اوكي فيري فلكسيبل اند اكسباندبل، اكسباندبل اقدر اضيف يونت 2 3 4 حسب الاحتياج مالتي. اوكي حسب الابلكيشن انا شنو اللي قاعد اريده اقدر اضيف يونت ويختبطن الجوبز تتوزع عليها. اوكي كان بي مينتيند وذاوت شتنج اوف ذا سيستم، نقدر نسوي صيانه لهذا الكمبيوتر بلا ما نسوي سويتش اوف. انا ابدل واحده من اليونت، ابدل الهارد ديسك، ابدل كارت شاشه، ابدل سي بي يو بدون ما اسوي له شت داون. فهذا واحده من الميزات المهمه اللي بعض المناطق تحتاجها، مثلا انت رابط هذا على منظومه مثلا منظومه الطاقه الذريه، منظومه الطاقه الذريه انت ما تقعد تسوي شت داون للكمبيوتر والطاقه الذريه اللي موجوده بالمفاعل، قال المفاعل هي تبدي تغلي وتنصهر وتصل الى تسوي لك انفجارات ويدمر المفاعل كله. فاحنا واحده من بعض المنظومات تحتاج الى انه تكون هاي سيست الكمبيوتر يبقى شغال وما يصير بيه شت داون زين حتى لو انت تسوي عليه صيانه. وبعض المنظومات اللي يعني حتى بالمطارات اكو هواي عندك منظومات حاسبه هي تراقب الطائرات ليلا ونهارا، الطائره الاولى الثانيه خطوط جويه عراقيه اي طائره موجوده تكون على تواصل وياها وتعطيها معلومات زين. فايضا هذه المنظومه ما اريد اسوي لها شت داون، اذا اسوي لها شت داون معناته انا المطار كله يعزل ليومين ثلاثه اربعه. فايضا واحده من المفاصل اللي نفكر بيها او اللي راح يوفر لنا اياها ديستريبيوتد كمبيوترز انه هو نقدر نسوي له سيرفيس بدون ما نسوي له شت اوف السيستم او نسوي له شت داون. اوكي لكن المساوئ مالته شنو هي؟ خلينا هنا كونسيومز او كونسيوم فيري هاي باور، يحتاج عاده باور عاليه. اوكي النقطة السادسة كون اوفر ديفرنت كونكتيفيتي ستاندردز، هاي واحدة من الميزات هنا يعني دخلت لنا بالنص انه يستهلك باور عالية، واحدة من السلبيات. لكن رجعنا للستة الميزات اللي هو شنو؟ كونكتيفيتي ستاندردز معناته انا اقدر اربط بيه، اقدر مثلا اربط يو اس بي، يو اس بي 1 2 3 يو اس بي كوميونيكيشن يو اس بي سي زين، مثلا سيريال بورت ار اس 232 زين، مثلا اقدر اربط هارد ديسك من كل الانواع ستورج ميديا القديم والجديد وما شاكل. فدائما الديستريبيوتد كمبيوتر ممكن يوفر لي ان ستاندرز مختلفه بحيث اربط الاكسترنال ديفايسز. اوكي مثلا عندك مونيتر، المونيتر كل انواع الكونكشن متوفره بهذا الديستريبيوتد كمبيوتر. اوكي فدائما الديستريبيوتد كمبيوتر كان اوفر ديفرنت كونكتيفيتي ستاندرز. However, they are hard to be programmed. صعب انه تتبرمج. ليش؟ كنا احنا واحده من الاشياء اللي هي صعب انه تفكر بها المبرمج شلون راح يعني الديبندنسي، هاي يحتاج لها دراسه معمقه الديبندنسي ما بين الاندفجوال تاسك وياها اللي لازم تخلص قبل الاخرى وياها التاسك اللي ممكن تخلص بنفس الوقت. زين شلون راح يوزعهن وشلون راح ينقل الداتا من مكان الى مكان بحيث انه ما يكون عندك يعني فد خانق او بوتل نك، دائما بوتل نك يعني مكان يصير باختناق بحيث ياثر لك على السرعه الكليه بس حتى اذا انتظر انه الداتا تنتقل من مكان الى مكان. فبرمجه الوظائف المختلفه باستخدام او على ديستريبيوتد كمبيوتر واحده من الامور الصعبه. اوكي دائما تكون هذا الديستريبيوتد كمبيوتر هابي ان ويت اوزانهن عاليه، دائما تكون اوزانهن عاليه، لكن يعني يمكن انه يتم يعني على حساب الكلفه اختيار اجزاء ذات وزن قليل زين، خاصه اذا كانت انت تحتاجها تحطها على طائره او منظومه محموله جوا. اوكي الكواير افيشنت انتر كونكشنز ويتش انفلونس ذا نتورك سايز. اوكي نحتاج في هذا الديستريبيوتد كمبيوتر زين
ان يكون الانتر كونكشن بتوين المايكرو بروسيس المختلفه. زين هذا يحتاج لدراسه فقط، يعني حتى ما يكون هذا الانتر كونكشن مصدر تاخير. اوكي، فالاركتكتشر يحسب ايضا يخص الانتر كونكشن بين المايكرو بروسيسنج يونت، يحسب حسب نوع التطبيق، حسب التطبيق مطلوب. اذا عندي واحد من الابلكيشنز بي هاي داتا ترانسفير، فاسوي انتر كونكشنز ما بيناتين يضمن لي بدائل او طرق متعدده لنقل الداتا، بحيث ما ينتظر المايكرو بروسيسر الاول انه المايكرو بروسيسر الثاني يخلص يعني يقدر هو ينقل الداتا على مثلا فد شيرد باص. معناته ما يكون عندي شيرد باص واحد، لا مثلا يكون عندي اكثر من باص، كل واحد يقدر يوصل لي، خلينا نقول يخدم لي مجموعه من المايكرو بروسيسرات، واحد اثنين ثلاثه اربعه اخدمهن بشيرد باص واحد، البقيه خمسه سته سبعه ثمانيه اخدمهن بشيرد باص ثاني، وبعدين اكو انتر كونكشن ما بين الشيرد باص الاول والشيرد باص الثاني. فالاركتكتشر بيخص الانتر كونكشنز ما بين الاندفجوال مايكرو بروسيسنج يونتس يعتمد على الابلكيشن، على النتورك سايد. ايضا هذا يحتاج الى دراسه وعنايه خاصه بالنسبه للديستريبيوتد كمبيوترز. زين ننتقل للفقره الاخرى، شنو هنا بدنا نتناول؟ to utilize digital computers efficiently in different applications a proper connections to the sensors and the actuators have to be available. اوكي، يعني شنو ده يقول لنا؟ بشكل عام لما انا اريد اسوي التاسك مالتي بشكل صحيح وبشكل كفؤ، فاني احتاج معناته اقرا الداتا واحتاج انه اصدر اوامر. فقراءه الداتا وتصدير الاوامر هذا لازم يكون باعلى كفاءه تتم ما بين الكمبيوتر، ما بين ديجيتال كمبيوتر وما بين هذه البريفيرال ديفايسز، ما بين الاجزاء اللي راح تاخذ الاوامر وتنفذ الامر اللي قرره الحاسب. زين فهنا شنو؟ The digital connection parameters and specifications are. اوكي، فنحتاج ننظر حتى نحقق هذا الكونكشن بشكل سلس وبدون مشاكل، نحتاج نعرف مواصفات هذا الكونكشن. زين شنو هي المفاصل اللي تعرف مواصفات طرق الربط ما بين السنسرز وما بين الاكتويترز وما بين الديجيتال كمبيوتر؟ زين خلينا نشوف شنو المواصفات اللي تعرف كل واحد من هاي الكونكشنز. زين اللي هي شنو؟ اولا اتس داتا سبيد، اوكي، السرعه مال نقل المعلومات. داتا سبيد شنو هاي؟ على اي مواصفات تشتغل؟ احنا نعرف بالسيريال كونكشن اكو سرعه دائما يسموها الباود ريت، تبدي من 110 بت وتصعد الى 9600 ولو هذا الموضوع باليو اس بي هو لا يزال سيريال، لكن تحديد السرعه اصبح يتم تلقائيا، يعني ما يحتاج من تدخل المشغل. لكن في هوايه من الكومبوننتس زين اللي تعتمد لها داتا سبيد معينه، لازم احنا نلاحظ قدره نقل هاي المعلومات ما بينها، هل سيتم بشكل صحيح ما بينها وما بين الديجيتال كمبيوتر او لا. نحتاج نعرف انه البايت سايز، البايت سايز اللي بيتعامل ويا ديجيتال كمبيوتر واللي مثلا سنسر، سنسر هل هو 8 بت 16 بت اكثر اقل زي 32 بت زي الاكتويتر، يا نوع من الداتا اللي يستعمل. فايضا هذه وحده من المواصفات اللي المفروض ننظر لها ونحددها حتى نقدر نحقق الوظيفه بشكل عام بدون اخطاء وبدون مشاكل. نوع المسج، مسج لينك، المسج لينك هل هي المسج متكونه من كم بايت؟ 10 بايت، 20 بايت، 30 بايت، 64 بايت، اللي حتعرف لي مسج كامله. اوكي، يعني مثلا واحده من الاشياء اللي ما ادري يمكن بعض طلاب المشاريع يجوز مروا عليها، مثلا المسج اللي تجي من الستلايت حتى نحدد الجي بي اس، موقعنا للجي بي اس، هاي ما تجي بايت واحد، هاي تجي حسب ما اخر مره قاري عنها 128 بايت، مسج كامله بيها هواية تفاصيل، بيها الموقع الوقت وبيها الزمن الاشاره اللي ارسلت وبيها ساعه ماخوذه عن ساعه بيج بن وبيها يعني بيها هواية تفاصيل 128
بايت حتى انت تستلمها من الستلايت وراها تمزجها ويا باقي الستلايتات، تقرا 3 ستلايتات على الاقل حتى تقدر تعرف موقعك وين. فاذا المسج لينك، وهذا في الموضوع كلش مهم انه يكون معروف زين ومتفق عليه ما بين المرسل والمستلم حتى تتم العمليه بشكل صحيح بدون اخطاء. زين اوكي، ذا مسج فريم فورمات. اوكي احنا نقول 128، زين هو شنو هذا 128؟ اول بايت عباره عن شنو، ثاني بايت عباره عن شنو، ثالث بايت عباره عن شنو، زين التايم وين مخزون، الستوب بيتس وين موجوده، الداتا وين موجوده، تشيك سم، والتشيك سم اللي هو البايتات اللي راح تعرف لي او راح تعطيني استشعار انه باقي الداتا ما بيها تشويه، ما بيها خطأ، زين، والستوب بيتس فكل هذا زين المسج بها اكثر من جزء، فهذني ايضا لازم يكون متفق، هاي التشكيله متفق عليها ما بين المرسل والمستلم، بحيث حتى انا اقدر المسج اولدها وارسلها بشكل صحيح، واقدر اني اقراها من السنسر واقرر فد عملي او فد حسابات معينه. على الاخر من الداتا او المواصفات اللي انا محتاج انظر لها اللي هي الديجيتال موديليشن تاج، شنو نوع الموديليشن؟ زين المسج هاي اللي انا قريتها من الستلايت اللي تخص الجي بي اس، اذا اعرف حاليا انا موقعي، زين هي اصلا المسج بها نوع موديليشن محموله لي، زين اكو موديليشن لو ماكو موديليشن، الموديليشن اللي موجود هو انالوج موديليشن لو ديجيتال موديليشن، زين فهذه واحده من الاشياء اللي ايضا يتم النظر لها حتى نقدر نؤدي الوظيفه بشكل سليم ونقرأ المعلومات بشكل صحيح. اوكي زين، شنو عندنا بعد؟ The analog connection parameters and specifications are. اوكي احنا قلنا بعض المنظومات ديجيتال، بعض المنظومات انالوج، وما نقدر نتحاشى هذا الطبيعه، طبيعتها اللي هي انالوج تعطيني قيم متزايده بشكل تدريجي او متناقصه بشكل تدريجي، زين لكن نحتاج ايضا شنو حتى نربطها ونظمها بشكل صحيح، نعرف مواصفاتها، شنو هي مواصفاتها، على اي باي اتجاه تكون، اولا تكون هي الفولتج ليفل اللي تشتغل عليه، اللي تعطيني معلومه على اساسه، يعني انا عندي مثلا هوايه موازين، زين السنسر مالتها يعطيني الاشاره من صفر الى اقصى حد 0.2 فولت، السنسر الاساسي. اوكي اكو غير سنسرات لا يعطيني مثلا من صفر الى 5 فولت الاشاره، اكو غير سنسر يعطيني بمكان ما يعطيني فولتيه يعطينيها كرنت من 1 ملي امبير مثلا الى 20 ملي امبير، فحسب نوع السنسر فنحتاج نعرف الفولتج ليفل اللي راح يخرج او الفولتج ليفل اللي راح يشغله. اوكي فهذا تخص الانالوج كونكشنز، نحتاج نعرف الفولتج ليفلز حتى نقدر نسوي كونكشن بشكل صحيح. اوكي the impedance of the transmitter, the transmission media and the receiver which should be matched. اوكي فاحنا عندنا الامبيدنس مال المرسل والامبيدنس مالت الترانسميشن ميديا، مثلا عندك تبث اشاره على كيبل، فعندك لازم ماتشنج من الامبيدنس ما بين المرسل وما بين الكيبل وما بين المستلم، لازم اكو يعني اهل الكوميونيكيشن لابد دارسين، زين دائما الامبيدنس مالت الكوكسيال كيبل غالبا بين 60 اوم الى 70 اوم غالبا، هسه لو تروح تقرا الكوكسيال كيبل تلقى انواع 60 تلقى انواع 70، زين فانت معناته لما تريد تربطه الى هواي لازم الهواي يكون هذا الامبيدنس مالته، زين اذا كان مرسل او مستلم الامبيدنس مالته ايضا من 60 الى 70، ولما تريد تربطه الى ريسيفر ايضا لازم يكون ايضا الامبيدنس مالته بهالرينج من 60 الى 70، حتى تكون افيشنت داتا ترانسفير ما بين المرسل وخلال الترانسميشن ميديا والى المستلم. اوكي فهذه وحده من المواصفات اللي تخص دائما الانالوج كونكشن بالديجيتال، هذا الموضوع مو كلش ينظر اليه وما يكون من ضمن المواصفات، ما معرف من ضمن المواصفات. زين سيجنال تشينج ريت، زين السيجنال تشينج ريت بيا معدل اللي تتغير هاي الاشاره، هل معدل تغيرها سريع جدا او لا بطيء، يعني بالحاسبه اقدر اسوي لها مونيتورنج واقراها في كل الاحوال
مهما كانت في حدودها القصوى. اوكي، فبعض الاشارات تتغير بشكل سريع جدا، بعض الاشارات لا، الكمبيوتر يكون قادر على مراقبتها وقراءتها بشكل صحيح. مثلا انت هسه عندك الاوسيسكوب، اصبح حاليا الاوسيسكوب على الاغلب يوجد في داخله حاسب تاخذ معلومات تقراها سيجنال وتحولها الى شكل رقمي وتستعرضها على الشاشه. زين، اذا الاوسيسكوب جت غذيت او تريد تفحص في الاشاره ذات تردد عالي، يقول مثلا اذا نفحص اشاره قيمتها 1 جيجا، المايكرو بروسيسورات يعني كل صعب عليها انه تكون او تراقب اشاره بهيك سرعه 1 جيجا. هي اصلا الكلوك مالتها اذا كانت يعني الكواليتي مالتها عاليه راح تكون 2.5 جيجا، فهي 2.5 جيجا هي الكلوك مالت المايكرو بروسيسور، يحتاج كم كلوك سايكل حتى يسوي انستركشن واحد، فشلون راح يقدر مثلا يراقب اشاره مقدارها 1 جيجا معدل التغير مالتها. زين، فالسيجنال تشينج ريت هاي واحده من البارامترز المهمه حتى اقدر اقرر انه هاي اقدر اني الاحظها باستخدام ديجيتال كمبيوتر، لو لا يحتاج لفد جزء خاص مثلا يخزنها وبعدين اقراها على كيفي، او يسوي لها يعني او يشارك عليها اكثر من مايكروبروسيسور 4 5 6 بحيث كل واحد يقرا في تايم سلوت، وبعدين الداتا كلها بشكل عام حتنجمع بشكل واقدر احصل الصوره النهائيه حسب قرار المهندس شلون هاي حصير المعالجه بالنسبه للسيجنالز اللي هي بها هاي تشينج ريت. اوكي، نويز ليفل، هل هو موجود عندي في النويز ليفل معين؟ زين، هل هو هذا النويز ليفل مقبول اقدر اسوي له معالجه واتخلص من تاثيراته السلبيه؟ لو لا هذا زين احتاج انه اني اسوي مثلا تحسين للمواصفات مال الاشاره بحيث النويز مارجن، النويز مارجن او قدره الاشاره الاساسيه التصميميه، بحيث انه هي اكو عندي في المنطقه هذه لا تعتبر يعني شلون خلي اوضح لكم النويز مارجن، ما يجوز ما كلش دارسي. مثلا عندك اللوجيك ليفل، عندك من 0 الى 0.8 هذا يعتبر 0، ال 0.9 ال 1 ال 1.2 ال 2.3 2.8 الى حد 3.2 هذا كل الرينج. زين، السي بي يو اذا اجت اشاره بهالليفل هذا يقول لك هذه انا اعتبرها ضوضاء، هاي ما قرر على اساسها، ابقى على الاشاره القديمه. شنو الاشاره القديمه؟ كانت 1 اعتبرها 1، كانت 0 اعتبرها 0، الى ان تصعد الاشاره تصير 3.2 يلا يقول ها اوكي هسه اتغير الليفل، صار انا هسه عندي لوجيك 1 3.2 3.4 5 الى حد 5 فولت، يلا هذا كله يعتبره لوجيك 1. فعندي رينج مخصص، رينج مو قيمه واحده، من الصفر الى 0.8 هذا مخصص للزيرو، من 0.8 الى 3.2 هذا كله مخصص، هذا يسمى نويز مارجن. نويز مارجن يعني اذا جت اشاره في هذا الرينج اني اهملها ما اقرر عليها. اوكي، فمعناته اني شنو؟ معناته اذا انا عندي فولتيه مقدارها زيرو زين ودخل عليها تشويش مقدارها 1 فولت، زين مايكرو بروسيسور راح يهملها، يقول اوكي هذا الواحد فولت زين، او هي كانت في اتعس الاحوال خلينا نقول الزيرو كانت قيمتها 0.8 وجعل عليها 1 فولت تشويش نويز صارت 1.8 1.8، المايكرو بروسيسور يقول اوكي هاي انا ما مهتم بها، هاي عفها على ما كانت قبل، هذا جالي فوقها نويز وصعدها، فاذا انا قراري هو الاشاره قيمتها زيرو مثل ما كانت اخر قيمه عليها على القيمه اللي كانت اخر شيء، اذا اجاها 1.5 فولت فهي كانت 0.8 واجاها 1.5 صارت 3.2. اوكي، لا تزال بالنويز مارجن، فهاي كليتها يهملها ما يقرر ما يغير القرار مالته القديم. زين، الى ان تتجاوز 3.2 اوكي يلا يبدي يقول انه انا هسه عندي لوجيك 1، اجى معناته لوجيك 1. فايضا فنحتاج انه لما عندنا انالوج سيجنالز نعرف مقدار النويز مارجنز زين، ومقدار النويز ايش قد راح تاثر على او شلون راح تاثر النويز على هاي الاشارات، ومقدار يعني هل هي حصينه او هي شلون تتعامل ويها عندنا نويز مارجن ونقدر نتفاداها. هل انه عندنا النقطه الخامسه، هل انه لما عندنا انالوج كونكشن هل الموديليشن نوع الموديليشن متماثل ما بين المرسل والمستلم؟ احنا عندنا مثلا اف ام موديليشن ويا اف ام موديليشن،
نفس التردد ونفس نوع الموديشن تقدر حقها او دي اي ام او دي شيفت يعني مرسل وما بنستلم. هذا واحدة من الفاصل اللي المفروض نعرف مواصفاتها نتأكد انه هي متطابقة ما بين جهة الارسال وجهة الاستلام. فهذه مجموعة من النقاط اللي تخص الانالوج كونكشن بارامترز اللي المفروض تؤخذ بنظر الاعتبار حتى نقدر نحقق كوميونيكيشن سليم. زين، بالنسبة للنقطة الأخرى to put the digital controlled system into service. Okay. A man to machine interface. Man machine interface is required. Okay. فشنو هذا المان ماشين انترفيس؟ اللي هو البرنامج اللي يحقق لي تفاهم ما بين الماكينة وما بين الإنسان. يطلع لك لوحات بها مقاييس، يطلع لك أرقام على الشاشة، يعطيك رسومات. أوكي، فأي وسيلة تفاهم ما بين الإنسان وما بين هذا الكمبيوتر اللي هو ماكينة يسمى مان تو ماشين انترفيس أو مان ماشين انترفيس بروجرام. أوكي، فهنا أنا واحدة من الأشياء اللي نحتاج نتناولها. زين، ذا جود مان ماشين انترفيس اوفرز. زين، مان ماشين انترفيس هذا وين موجود؟ زين، اي مكان انت هسه لو صاعد انت بسياره، صاعد بطائره، عندك كمبيوتر، مجموعه المعطيات والداتا اللي استعرضها او قراها الكمبيوتر المفروض تستعرض لك. زين، وانت من تستعرضها مو انت بس تصير متفرج، لا، عندك قدره انك تاخذ قرار، وهذا القرار لازم توصل للكمبيوتر فهم القرار مالتي يعني بشكل تالي. زين، وانت لازم تستجيب الى قراري. فاكو فد برنامج، زين، حيوصل المعلومه من الكمبيوتر الك وياخذ المعلومه منك او القرار منك يرجع للكمبيوتر حتى يستجيب لك. فهذا اللي يحقق لي هذا الموضوع هو المان ماشين انترفيس بروجرام. زين، يقول لك ذا جود مان ماشين انترفيس بروجرام اوفرز، شو يوفر لنا هذا؟ شنو المواصفات اللي موجوده لي؟ لازم يكون بيه جرافيكال اوستريتيف كوميونيكيشن، لازم يكون متوفر به رسومات. ليش الارقام دائما محيره للانسان ومو سهل التقاطها؟ اوكي، فجرافيكال الستريتيف كوميونيكيشن. زين، النقطه الثانيه شنو؟ الفقره الثانيه مالتي لينجوال انكلودنج انترناشونال لانجويجز، لازم يوفر لي وسيله تواصل بعده لغات ومن ضمنها اللغات الدوليه، مو فقط مثلا انا برنامج هسه مثلا برنامج كتبته بالعربي، احنا كعرب اوكي متفاهمين بيناتنا. زين، هذا مال ماشين انترفيس بروجرام، ما المفروض يبقى عربي، لازم تخلي وياه فد لغه اضافيه انترناشونال لانجوج. اوكي، او سويت انت بس بالانجليزي، لا، همين غلط، لازم يكون عندك اللوكال لانجوج، واحد وحده من اللوكال لانجوجز. زين، وفد انترناشونال لانجوج على الاقل وحده. اوكي، فالمفروض يوفر لي مالتي لينجوال انكلودنج انترناشونال لانجوجز. اوكي، يوفر لي ستاندرد انستركشنز كوماند اند ايكونز. اوكي، شنو هنا أنا؟ يبدي لما احنا قلنا المفروض يوفر لي جرافيكال الستريتيف كوميونيكيشن. واحده من الجرافيكال الستريتيف كوميونيكيشنز استخدام الايكونز. مثلا هسه انت على تليفونك، جماعه الاندرويد عندهم السيتنج اكفد رمز معين، هذا اصبح يعني مخزون بالذاكره البشريه. هذا الشكل يعني سيتنج، يعني راح تطبع على في المكان تسوي سيت اب. زين، او مثلا في نوع معين مثلا راح يسوي تكول، فده رمز ايكون معين اخر بدا مثلا يسوي داتا ترانسفير، او رمز معين لجهاز البلوتوث، او رمز معين لجهاز اللي راح يتفعل به شغل الواي فاي او الطفيه. فالمفروض المان ماشين انترفيس، زين، ما يغير هاي الرموز ويبتدع رموز جديده بحيث تكون غريبه على المشغل، لا، جهد الامكان يعتمد هذه الرموز المألوفة لدى الإنسان، لأنه هو يتواصل ويا إنسان، فما يبدي يغير، يعني مو يحط لي رمز مال السيتنج اللي هو دائما جماعة الأندرويد موجود هذا الشكل الدش لي، ويسوي لي هذا الدش لي ويقصد بيه مثلا داتا ريكوردينج أو فد شيء من هالقبيل، فحيبدي يصير كونفيوجن عند المشغل واضطراب بالتشغيل وبالفهم والتواصل مع هاي الماكينة. أوكي، النقطة الرابعة الـ different authentication levels و complex to basic. يعني الـ authentication levels تتراوح من complex authentication إلى basic authentication. أوكي،
شنو هنا أنا معناته؟ أنا أوكي سويت برنامج، وحاليا أنا مثلا أريد مثلا معلومات تخص درجات مال الطلاب، أوكي، وأني جيت مثلا رئيس اللجنة الامتحانية، أوكي، عندنا صار إدخال للمعلومات، واحد من اللي كتبوا الأرقام الدرجات كتبها غلط، ما كان ما 90 كتب 60، زين، لكن دققنا بعدين لقينا اكو خطأ. أوكي، المفروض ما يكون نفس اللي دخل المعلومة إلا قدرة إنه يرجع يصححها، لا، المفروض اكو ليفل أعلى إله اللي هو المدقق، زين، إلا قدرة إنه يدقق المعلومات، زين، ويرفع تقرير بها، التصحيح يصير من شخص آخر. أوكي، فهذه المالتي ليفلز من الاوثنتيكيشنز، زين، كلش مهمة في البرامج اللي تضمن لي المان ماشين انترفيس. واحدة من الأشياء مثلا إنه أنت تريد تغير مثلا سيتنج معين، زين، ل داخل الكمبيوتر مالتك أو في سيارة، يعني هسه هنا اكو هواي سيارات يقول لك السرعة القصوى لهذه السيارة مثلا 140، ما تقدر تروح 160 مثلا، هاي هواي سواق البهبهان يقول لك هاي السيارة 140 مقفولة من الشركة، زين، لكن اهل الصيانه المختصين بس مجرد يستخدم فد باسورد معين هو يعرف اشترى هذا الباسورد، زين، من الشركه الاساسيه، يدخل على مواقع معينه مجرد رقم يغيره، ما كان مكتوب 140 يسويه مكتوب 200، اوكي، فزادت السرعه، فهنا أنا شنو ابو الشركه المصنعه انطاه تخويل انه يقدر يغير بمناطق اكثر ذات حساسيه اكبر، بحيث انه على مسؤوليه صاحب الشركه انه هذا السياره الفلانيه انا يعني مثلا مخوله بناس معينين، مو ما شايله ركاب، لا انا اسوي عليها فحوصات، اسوي عليها فد شيء، فزيد حدود السرعه بمكان 140 حد الاقصى، اسوي ليها 200 وخلي نسوي فحص معين للمحرك او فد شيء من هالقبيل. فاذا ديفرنت اوثنتيكيشن ليفلز واحده من الاشياء اللي المفروض توفر بالمان ماشين انترفيس بروجرامز. اوكي، بالنسبه ايضا للبرامج اللي محموله على الطائره حتى لا يكون بها يعني عبث او تغيير بالبارامترز بشكل غير مسيطر عليه وغير من قبل الناس غير مخبرين بهالموضوع. To get an efficient man machine interface it's required. شنو حتى احصل هذا ال efficient man machine interface حصل شنو يحتاج؟ Use efficient programming language، احتاج انه حتى ابني انا احتاج برامج تكون كفوءة. اوكي؟ او احتاج انه use of a good debugging software and tools، احتاج انه برامج اتحقق من الوظيفه اللي دا يسويها اللي تصير بشكل كامل ما بها خطا، زين، تتبع debugging معناته انا دا ازيل الاخطاء الصغيره اللي هو تسمى دائما بالبرامج تسمى bugs، اخطاء صغيره، فديباجينج يعني دا ازيل البجز من البرامج. اوكي، فيحتاج برامج كفوءه تسوي لي هاي العملية اللي هي معناتها شنو حيكون بها تحليل الداتا والسورس مال الداتا والديستنيشن مال الداتا والتناقل مالتها والبيرفورمانس والاكسكيوشن تايم، زين، فالديبوجينج تولز واحدة من الأشياء التولز اللي المفروض تكون كفوة حتى أحصل على برنامج مال ماشين انترفيس كفو. زين، يحتاج إنه أستخدم اكستنسيف سيموليشن تو ميمك إيفري بوسيبل أوبريشن كونديشن، أحتاج إنه أني ألجأ إلى برامج تسوي لي سيميليشن بحيث خلال السيميليشن أجرب كل الحالات الممكنة، زين، في الحياة الحقيقية خلال السيميليشن أجرب كل شيء، ما أجي أقول أنا هاي الحالة إيه هاي سهلة ممكن تصير، زين، وهاي الحال مالتها بالشكل التالي بدون ما أجربها، فكل الحالات يتم فحصها وتجربتها بحيث إنه البرنامج يكون فعلا مضمون إنه يعطيني التصرف اللي انا اريده مهما تكون الانبوت او الستيت اللي حاليا دا يواجهه. اوكي، لازم انه يكون نستخدم يوز سيلف تيست روتين، لازم نستخدم او نكون نضمن في داخله في هذا المان ماشين انترفيس سيلف تيست روتين، اوكي، بحيث نقدر نفحص تيست ذا ديفرنت سيستم بارتس لايك ميموري اند permanent data storage media. فلازم اني اكون مضمن خلال هذا المان ماشين انترفيس برامج تسوي لي فحص
لاجزاء الماشين اللي هي حاليا الكمبيوتر، لاجزاء الماشين المختلفه، بحيث يعطيني اشعار لما يكون اي طارئ او اي خطا يحدث داخل هذه الماكينه. ليش احنا هذا الجزء مهم؟ لان احنا حاليا نسوي مال ماشين انترفيس، فمعناته هذا هو البرنامج اللي حيربطني اني كمشغل كمسيطر ويا هاي الحاسبه. بدون ما موجوده هاي البرامج اللي تسوي لي فحص، معناته انا راح يبقى التواصل مع الماكينه محدود، وممكن يولد لي اخطاء وممكن يولد لي مشاكل مستقبليه.